بعد شوي حنعمل فتح صندوق مراجعة لسمارت كسودا بلس، وحنقارنه بالكسودا القديم، فخليكم معنا. طبعا أنا بطلع أجرب أصور في غرفة الأركيد أو غرفة الاحتفالات موجودة عندنا هنا في السكن. إذا عجبني الوضع حبدأ أصور فيها فيديوهات. خلينا أوديكم بس كذا حديقة السكن. طبعا هذه الحديقة الداخلية للسكن. هنا في هذا شو اسمه ذا الجريل أو الشواية. طبعا هنا الحديقة، هناك الجزء الثاني من الحديقة بهذه الطريقة، هذه اللي الداخلية وسط المباني حقتنا أو حقة السكن اللي احنا فيه. هذه الغرفة الخاصة بالاحتفالات وكذا، حاطين فيها أركيد ومرتبينها، كانت بفلوس بس الآن خلوها مشمولة مع سعر الإيجار، فكويس. كمان نعطيكم فيها جولة قبل ما نعمل فتح الصندوق. يا سلام، هيا حطي ألعابك، حطيها. اوكي، حاطين هنا 2 اركيد كلاسيك كلها باكمان. اوكي، باكمان بلياردو، وهنا طاولة الطعام. ممكن نسوي ريفيو هنا، مطبخ بسيط، ثلاجة، فكويسة كويس اللي عنده حفلة أو مناسبة يجي هنا. تبغى نعمل فتح الصندوق ولا نلعب باكمان؟ نلعب باكمان. خلينا نسوي فتح الصندوق عشان أبى أبطل أبى ألعب باكمان. أوكي، هذا سمارت كسودا بلس. طبعا خليني اعطيكم القصة وكيف وصلت للشركة. هو مجانا، قلت لكم قبل كذا انه الطابعة خربت ال LCD وطلبت القطعة، قالوا ما في، لازم تشترك في برنامج اسمه ميكر بوت كير، يشبه الابل كير تقريبا. اي قطعة تخرب في الطابعة انت ترسل الطابعة يسوي لك واحدة جديدة، طبعا السولية بدون اكسترودا. والكسودا اللي عندي طبعا نص عمر وكان في مشاكل، فتواصلت معاهم واقنعتهم يرسلوا لي الكسودا الجديد، وهذا هو الكسودا الجديد. طبعا القديم قالوا لي ارميه، هو يشتغل لكن في مشاكل كثيره، فحخليه معايا اسوي فيه الطباعه التجريبيه، ولما اسوي الطباعه النهائيه استخدم البلس هذا الجديد. طبعا نبدا بالصندوق كسودا بلس. طبعا مذكور هنا الطابعات المتوافقة معها، ريبليكيتر اللي هي حقتي وريبليكيتر بلس والميني والميني بلس، وطبعا يدعم فقط البي ال اي الخاص بميكر بارت. نقل هنا طبعا بعض المعلومات، وهنا طبعا عنوان الشركة بروكلين ان واي، بروكلين نيويورك. فكوا، طبعا عاملينه في صندوق فخم كأنه عطر. نفكه هنا، نتفتح عطر. هذه المانيوال او التعليمات خاصة بالتركيب، طبعا برضو ذاكرين المادة اللي تستخدم، انه الان بدأوا يعملوا انواع مختلفة من الاكسترودرز على اساس لانه الناس مو عاجبة ليش بي ال اي فقط، فالحين شغالين على الموضوع، عندهم عدة. طبعا هي في فترة معينة لما حولت الى الجيل الخامس فقط كانوا يدعموا البي ال اي، والناس ما كان عاجبها، وانا منهم طبعا. فيبدو انها تدريجيا بتحاول تدعم المواد البلاستيكية الاخرى غير البي ال اي. المهم هذه التعليمات، طريقة التركيب. اوكي، نيجي للاكسترودر، هذا شكله
هاي كيف اطلعه؟ اي هذا هو الاكسودر، نظيف جميل جدا، عليه شعار ميكروبات هنا، حلو الشعار لان القديم ما فيه. الان نقارنها بالقديمة، خليني احطها كذا ما ابغاها تلمس الطاولة. هذا الجديد وهذا القديم، طبعا زي ما انتم شايفين عدلوا في التصميم بشكل بسيط وصلحوا كثير من المشاكل اللي فيه، هذا كان فيه مشاكل كثير. هذا ثاني واحد استخدمه، اول واحد خرب بعد يمكن شهر، ارسلوا لي هذا اشتغل معي 4 سنين خدمني، بس الان يعني خلاص صار تعبان، فعدلوا حتى عدلوا المغناطيسات صارت تمسك بشكل اكبر حسب كلامهم. نجرب لما نطلع الان عند الطابعة ونشوف هذا يشتغل، بس يبدو انه يحتاج شوية صيانة وتنظيف، وزي ما قلت لكم استخدمه للطباعة التجريبية عشان ما استهلك الجديد. هم شالوا القطعة هذه المعدنية زي ما انتم شايفين، القطعة هذه شالوها ما عاد صارت موجودة، كأنهم شوفوا ان عملوها اصغر، عدلوا في تصميم عملوها اصغر شوية. ها شوفي هذه اللعبة حقتك، شوفيها هناك، روحي خذيها شوفيها أسفل. ضاع اللعبة حقتها بنفسجية، خذيها. الغرفة دي ما شاء الله حلوة، ممكن نعمل فيها بعد كذا فلوجز كذا، نصور حتى سنابات، بس الآن حضطر أطلع فوق عشان أعمل التجربة، أجرب القطعة دي أركبها وأطبع أحد القطع التجريبية ونشوف جودة الطباعة. بس خليني قبل ما هذا أخذ لي بريك كذا وألعب في الأركيد هذا كلاسيك. شوف أوه يعني في أكثر من لعبة، وين باكمان؟ هذا باكمان، هو ألعاب كثيرة. ها أو بين بول. شوفوا بطيئة ذي اللعبة، هو اليد خربانة. اليد تعبانة، لا ماذا سيء. خلينا نجرب الثاني، نفس لعبة باكمان بس نشوف الأركيد الثاني إذا يد حقته كويسة. جونيور باكمان، هيا فاضيين. اوكي اوه ايش هذا، اخترت لعبة ثانية غير ال
تعبان العاب واليد هذه جدا سيئة. اللي يبغى اركيد زي كذا يشتري الاصلي، لا يشتري يعني الاركيد نفسه. طبعا بنطلع ان شاء الله عند الطابعة نعمل طباعة تجريبية بالكسود الجديد. بس خليني اقول لكم رأيي عن البرنامج هذا حق ميكر بوت كير. طبعا شبيه بأبل، برنامج حق أبل بيبدلوا لك الجهاز. دفعت يمكن $500، طابعة زي ما تعرفين قيمتها فوق $2000، اعتقد 2800 او حاجة زي كذا او 3000، فيعني يعتبر جيد. لكن انا افضل ان يكون لي الاختيار، يعني لو كان انا لي الاختيار كان اشتريت السي دي وغيرتها بنفسي، ما حتكلف المفروض يعني ما تكلف $100. والاكسودا برضو قيمته $200، هاي $300 ارخص من الابل كير او ارخص من الميكر بوت كير عفوا. لكن هم طبعا زي ما قلت لكم انا بالنسبة لي صراحة اشتري القطع واغيرها، لكن الشركة طبعا عندها هذه السياسة زي ما اقول راحة الزبون، فقط ترسل الجهاز ويسولك واحد ثاني بديل ولا تعاني من اي مشاكل. طبعا العلبة هذه ممتازة مرة، حتى تقدر تحفظ القطعة، لانه زي ما قلنا انت كمستخدم ميكربات حيكون عندك فيما بعد طابعة اكثر من اكسترودر، ان هم منزلين الان يمكن 3 نسخ مختلفة، وبأتوقع ايضا يدعموا مواد جديدة، فحيكون عندك اكثر من اكسترودر لنفس الطابعة، فكويس لحفظها والتنقل كمان. المهم نفتحه الان ونركبه في الطابعة، بس خليني اشغلها اول. هذه نسخة 2 من الفتاحة القوارير، بس خلينا اعمل لها تيستينج بعدين هعمل لها فيديو، اذا تحتاج تعديل هعدلها قبل ما اعمل لها الفيديو، لانه القديمة فيها بعض المشاكل. هي تطول في التشغيل ما ادري ليش، بس قبل ما هذا انظف ال انظف هذا ولا خليها زي ما هي، يعني عندي واحدة ثانية. سبالة لصقة. اوكي بقى فيها شوية فقاعات هواء فلازم نشيلها. طبعا هذا اهم شيء، تساوي كل تشيل كل فقاعات الهواء ببطاقة وتخلي اللصقة متساوية ومظبوطة. متى هم شالوها فعلا ولا سولي لي واحد مستعمل؟ الحين نجذب نشوف. المهم خلينا نشبك الاكسودة، خلينا نشيل هذا لصق. سلام نوصله. بسم الله. اوكي نشوف الاكسودة هنا معلوماته. ايوه نشوف وصل ولا لا. successfully attach. اوكي back to menu. لا صفر جديد. اوكي الان نركب الفيلمنت. لازم اضغط على مكان الشاشة عشان تصير واضحة، لو اتحركت تخرب علي. اوكي لود فيلمنت. طب نستنى لما يسخن لسه. طبعا هو حيسحب لحاله. يا ولد خلينا نلغيها دقيقة. اعمل له على الثاني.
طب هنا استنى، ما تسحبه، في ناس يسحبوا يخربوا الي ما هو يقول لك هنا في الشاشة، يقول لك تمام. هنعمل طباعة تجريبية، الاكزامبلز الموجودة على نفس الطابعة، هذه أجزاء مخزنة على نفس الطابعة. هنعمل تشين، سلسلة برنت، تاخذ لها نص ساعة. طيب نرجع بعد نص ساعة نشوف نتيجة القطعة الجديدة كيف. طبعا هو بيعمل وزنية، فسحب البلاستيك لفوق شوية عشان ما ينزل على القطعة. الآن بعد ما يعمل وزنية يقوم يرجع يسحبه مرة ثانية. اوكي، حصل البوزيشن. هذه السلسلة يبدو انه في بلاستيك زيادة، هجرب شوية اطبع كذا قطعة اشوف كيف الجودة، او يمكن تحتاج معاينة. المهم هذه هي القطعة، تحتاج شوية تنظيف. وشكرا ليكم، لسه هعمل له كذا اختبار لانه ما عجبتني النتائج، يمكن وصلوا لي واحد مستعمل. فهذا فتح الصندوق وتجربة الاكسترودر بلس، والسلام عليكم.